السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم جربت معكم واحد الوصفه واعره خطيره المذاق غزال، كنتمنى تجربوها. وصفه اللي هي سهله ودغيا كتوجد بلا فران بلا بيض، واحد التحليه خطيره يعني تقدروا ديروا فيها اللي بغيتوا. المهم واخا تخليوها غير هكاك كتجي واعره. كنتمنى تتبعوا الفيديو حتى الاخير، وشكرا للناس الجداد والقدام، واللي دخل جديد كنتمنى يفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد، ويدعم القناه بالاشتراك وبالاعجاب، وبقاو مع الفيديو حتى الاخر. الى عجبكم خليوا لي الاراء ديالكم في التعليق. اول حاجه كنحتاج هي هاد الساشيات ديال الفلون. خديت واحد ديال الكراميل وجوج ديال الفاني. كناخد هنا على حسب الحلاوه، على حسب الذوق، كناخد ثلاثه المعالق ديال السكر سنيده، حيت ديجا دايره ديك صوص كراميل المول. ندير غير ثلاثه باش ما يجيونيش حلوين بزاف. وغناخد ثلاثه المعالق ديال النشا. من بعد كنبدا نزيد الحليب شويه بشويه، غنزيد غير شويه حتى نخلط كاع المكونات اللي عندي. هذا اسهل فلون تقدروا توجدوه، اسرع فلون يعني بلا بيض بلا فران، تقدروا ديروه كل نهار للضياف مع التزيين اللي بغى يزينوا بشي حاجه هكا، يعني تكون رويال تكون زوينه. ما تقدموا غير هكاك، كيتقدم غير هكاك. صافي غنحطو فوق النار حتى يطيب، يعني تيغلى ليا الغليه الاولى او جوج غليات صافي ونحيد. خديت هاد المول ديال السيليكون، درت فيه هاد الصوص ديال السكر، كنتو ما عارفينو صوص كراميل. كنديرو في التحت، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، ماشي ضروره. انا كيعجبني ملي كنحطو كيعجبني داك الماء اللي كينزل عليه. صافي غادي ناخد ديالي ونحطو هنايا. كيجي واعر والله الا كنتمنى تجربوه. صافي كنديروه في الثلاجه لمده ديال اقل شيء 4 السوايع، اقل حاجه. الا درتوه بالليل خليه بات حتى للصباح، ولكن اقل مده 4 السوايع باش كيكون واجد جاهز بارد. هو هذاك. المهم نتلاقاو ان شاء الله ملي برد لينا. ها نتوما انا خليته تقريبا واحد 4 السوايع حتى 5 السوايع في الثلاجه حتى بردات مزيان. كناخذ واحد اللاطه وكندير فيها غير شويه ديال الماء سخون غير باش نعاون هذاك الكراميل يذوب غير شويه. صافي غادي نحطها في الطبسيل. خديت واحد الطبسيل، الله ما يتخواش الصوص، بسم الله. هانتوما هنا بغيت تخليوه بحال هكا، خليوه ديرو معاه البنان.
انا درت هذاك الشيء اللي عندي في الدار، هو اللي خديت به هنا. هانتوما، هذا هو الشكل النهائي. كما قلت لكم تزينوا باي حاجه او تخليوه غير بحال هكا، غير بالصوص بوحدو. راه ما نقولش لكم المذاق ديالو كيفاش كيجي، كنتمنى تجربوه وتبارطاجيو مع الاصدقاء وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم اي حاجه كنديرها، ودعموا القناه بالاشتراك والاعجاب. وكنتمنى دائما هاد الفيديوهات ما يكونوش ثقال على قلوبكم وينالوا الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال تجربوهم وتخليو الاراء ديالكم، لان ماشي شي حاجه صعيبه. داكشي كلشي كاع المكونات كاينه في اي دار في اي بيت، كيكونوا دوك المكونات تقدروا تجربوها في اي وقت. كنتمنى الا جربتوها تقولي الراي ديالكم. نقطع معكم واحد الطريف، تشوفوا كي داير، كتجي عاقده مجموعه. راه ديجا حاطه لكم وحده بالشوكولا، دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف ان شاء الله. كنتمنى تجربوها، يعني شي حاجه غتحمر لكم وجهكم هكا قدام الضياف الا بغات ديروها كديسير او كتحليه، يعني مورا الماكله تزينوها بلي فخوي بريستيج، تزينوها باش ما بغيتو. كتجي واعره، اولا تخليوها هكاك بصوص كراميل، المذاق ديالو هو المهم. يعني هذوك لي فخوي اللي كنديرهم من الفوق غير زايدين من الفوق، انا يعني غير ثانويين. كنتمنى تجربوها، ولا عجبتكم تخليو الاراء ديالكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء. كنتمنى هذا الفيديو ما يكونش ثقيل على قلوبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جداد باذن الله.